أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية. النهاردة معادنا مع آخر درس في الوحدة الثالثة، وهو درس نصوص شعر بعنوان الكتاب لأمير الشعراء أحمد شوقي. وما تخافش، الدرس ده دراسة ما هوش حفظ. شعر أحمد شوقي ولد في القاهرة عام 1868 ونفي إلى إسبانيا خلال الحرب العالمية الأولى. لما رجع رشحه سعد زغلول باشا لعضوية مجلس الشيوخ عن سيناء. أحمد شوقي بويع أميرا للشعراء في مهرجان أدبي كبير جدا عام 1927، وله ديوان عظيم معروف باسم الشوقيات، وده من 4 أجزاء، وله مسرحيات شعرية زي مسرع كليوباترا ومجنون ليلى. وتحول منزل أحمد شوقي باسم كرمة ابن هانئ إلى متحف أدبي كبير. توفي عام 1932. مضمون النص اللي معانا النهاردة بيتناول فوائد صداقة الكتاب، ومنها أن الكتاب وفي لا يعيبك، يمدك دائما بالمعلومات، لا تشك في صحبته، ودود لا يعاتبك، يراعي حالتك النفسية فيطيل ويوجز كما تريد. ثم ينصحنا الشاعر بإعمال عقولنا عند اختيار الكتب. فالكتب مثل الأصدقاء، منها الصالح المفيد الذي يهديك إلى الصواب، ومنها الطالح الضار الذي يرشدك إلى الضلال. تعالوا نستعرض مع بعض أحداث النص اللي معانا بالتفصيل ونرجع تاني. بيقول إيه الشاعر أحمد شوقي؟ أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابة، كلما أخلقته جددني وكساني من حلى الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتضابا، تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا، فتخيرها كما تختاره، وادخر في الصحب والكتب اللبابا، صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصوابا. احنا من الوهلة الأولى كده بنعتقد ان الكلمات صعبة معانا، او النص تقيل زي ما بنقول كده بالعادي، لكن لا والله هو سهل جدا وبسيط، وهنقسمه مع بعض أفكار ونعرف مفرداته، هتلاقي مفيش أسهل من كده. الفكرة الأولى، الكتاب خير صديق. بيقول إيه في البيت الأول والتاني؟ أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، بنكرر القراءة عشان يثبت الكلام عندنا، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابة. مفتاح الشرح اللي عندي عشان أفهم زي ما قلنا قبل كده في كل دروسنا اللي فاتت، المفردات. بقول لك أنا من، من هنا اسم موصول بمعنى الذي، أنا الذي بدل يعني غير، واللي عكسها أبقى. بنأكد قوي على المفردات عشان دي سؤال مهم جدا لما بيجينا في الامتحانات. الصحابة اللي هم الأصدقاء، ومفردها صاحب. لم أجد يعني لم أعرف أو أعلم لي وافيا إلا الكتابة، صاحب يعني رفيق وملازم، إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد يعني الذي يجد، وافيا بمعنى مخلصا وعكسها خائنا، صاحب إن عبته، عبت يعني ذكرت ما فيه من عيب أو نقص، لكن انت ما تعيبش في حد، يعني تذكر فيه النقص أو العيب، واللي عكسها مدحته، يبقى عكس عبته إيه؟ مدحته. خلي بالك من المفردة دي. عاب بمعنى عيبا، ليس بالواجد للصاحب عابا، ما بيعيبش،
جمع عيب عيوب او اعياب. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول ايه في البيت الاول؟ ان الكتاب افضل صديق، فهو يتصف بالوفاء، لم اجد لي وافيا. يبقى الكتاب بيتصف افضل صديق ويتصف بالوفاء الذي اجده مع الاصدقاء. تلاقي صح واحد صاحبك كده من الوفي المخلص اللي بيقف معاك في الشدائد وفي الافراح وفي الاحزان وعلى طول ملازمك في كل حالاتك، ده صديق بنقول عليه صديق ايه؟ وفي. البيت الثاني بيقول لك صحبة الكتاب قائمة على الود والتسامح، فهو لا يرفض رأيك سواء عبته او مدحته. الجمال ده، يعني سواء قلت رأيك فيه او طلعت عيوبه او مدحته ما بيتكلمش معاك، بيسامحك وبيود وما بيزعلش منك. سهل كده؟ مظاهر الجمال اللي عندي في الابيات بيقول لك انا، كلمة انا ده لفظ يدل على الفخر بمصاحبة الكتاب. فاكرين زمان كنا خدنا في سنة تانية اعدادي انا الفلاح في مصر، انا قلنا لفظ بيدل على الفخر ان هو فلاح من مصر. نفس الكلام عندي، يبقى لفظة انا بتدل على الفخر. انا من بدل بالكتب الصحابة. وخلي بالك معايا بقى، عشان هنا الجزء ده بتاع الفنانين والجزء ده التكة بتاعت اي امتحان بيجي فيها الدرس ده، السؤال ده اللي الناس او اغلبية الطلبة بيقفوا عنده. لا خلي بالك معايا بقى، بقول لك تصوير الكتاب بصاحب يدل على قيمة الكتاب. الكتاب ده لما بيصوروا لك ان هو صاحب يبقى اكيد ليه قيمة ونفع، وبيدل ايضا على الاعتزاز بصحبة الكتاب. طيب بدل الصحاب، يبقى الكتاب بدل صحبة الكتب بالصحاب. طب هي دي بقى التكة اللي عندنا، يقول لك يؤخذ على الشاعر. بيؤخذ عليه ايه؟ ايه العيب اللي عنده؟ ايه الحاجة اللي مش مظبوطة في الكلام اللي هو بيقوله ده لغويا؟ ادخال الباء على الكتب، كلمة الكتب حط فيها الباء بالكتب، تابع معايا هنا. طب الصواب كان ايه؟ ان تدخل على الصحاب. يبقى الباء كان المفروض تبقى فين؟ تبقى هنا، انا من بدل الكتب بالصحاب. ليه؟ لان الباء بتدخل على المتروك، والمتروك هنا الصحاب، فالمفترض الباء كانت تبقى فين؟ في كلمة الصحاب مش في كلمة الكتب. يبقى بيجيني سؤال ايه؟ ماذا يؤخذ على الشاعر؟ اقول له ان هو بدل او ادخل الباء على الكتب، وأصح أنها كانت تدخل على كلمة الصحاب لأن هي المتروك. لم أجد لي وافيا إلا الكتاب، أسلوب مؤكد بالنفي، النفي اللي عنده هو لم وإلا، نفي واستثناء، يبقى أسلوب مؤكد بنسميه أو بنقول عليه أسلوب قصر. طب تصوير الكتاب بصاحب وفي ويوحي بغدر الايه؟ الأصدقاء. يبقى هنا الكتاب عندي صاحب وفي، انا خدت صاحب ليا بعيد عن الاشخاص البني ادمين. يعني ان عبته او لم تعب، ده اسلوب شرط بيفيد المدح. طب التضاد عبته وتعب، التضاد بيعمل ايه؟ بيقوي المعنى ويوضحه وبيفيد الرضا في جميع الاحوال سواء في العيب او في المدح. ليس بالواجد للصاحب عادة، هذا تعبير جميل بيؤكد ما سبق اللي هو الكلام اللي قاله قبل كده، ان الكتاب صاحب لا يبحث عن عيوب اصدقائه. طب كلمة عابة جاءت نكرة ليه؟ للتقليل. ماشيين مع بعض كده واحدة واحدة اهو بالراحة، جميل، مستوعبين يا رب العالمين. بيجيني سؤال، وده قلنا السؤال المهم اللي بيجي دايما في اي امتحان لما بيجيني الدرس ده، ايهما افصح ولماذا؟ لسه قايلين عليها من شوية، بدل الكتب بالصحابة أو بدل بالكتب الصحابة. خلي بالك لما بيجي يقول لي أيهما أجمل أو أيهما أصح أو أي، دايما بختار اللي الشاعر كاتبه. هنا لا، في الجزء اللي عندي ده لا، التكة بتاعت الامتحان اللي قلنا عليها. دايما في تلاميذ كده أو طلاب عندنا عندهم فكرة يقول لك أيهما أجمل، كذا ولا كذا، اللي الشاعر قاله ولا أن أنا أقول كذا، يقول لك اللي الشاعر قال. لا مش كده النهاردة، لا في اللي عندي ده أقول له إيه؟ الافصح دخول الباء على المتروك، والمتروك هنا اللي هو ايه؟ الصحاب. فالافصح التعبير الاول اللي هو بدل الكتب بالصحاب مش اللي الشاعر كتب. وخلي بالك عندنا
تكاية تانية قدام شوية، تابع معانا. فكرة تانية، فوائد صحبة الكتب. الأول كلمني عن أهمية الكتاب وإن هو صديق وفي، والعلاقة بينهم إن هو عابه أو معابوش ما بيتكلمش معاه، وحاجة جميلة وإن هو بدله عن الأصدقاء وتلاقي فيه الصديق المخلص. طب فوائد صحبة الكتب بقى بتعمل إيه إن أنا أصاحب الكتب وألزمها؟ بيقول إيه في البيت الثالث والرابع والخامس؟ كلما أخلقته جددني وكساني من حلل الفضل ثيابة، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابة. إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يعمل إيه؟ يطوي الأحاديث اقتضابا. يعني إيه الكلام ده؟ كلما أخلقته يعني أبليته وأكثرت من قراءته، قعدت أقرأ فيه كتير، كل ما بتستعمل الكتاب كتير بتقعد تقرأ فيه وتدور فيه على معلومات بتحس إن هو بوليا كده يعني خلاص إدم. طب عكسها جددته، يبقى أخلقته بمعنى أبليته. خلي بالك في المفردة دي بتاعة امتحانات. جددني بمعنى زادني معرفة، كلما بحثت فيه عن معرفة أو ده المعنى بيعمل إيه؟ بيزيدني من المعرفة. خلاص دي معرفة موجودة وثابتة ومحفوظة في الكتاب، كل ما أنا بنسى بحتاج برجع على طول أدور بيزدادني من المعرفة. طيب وكساني بمعنى ألبسني، واللي عكسها عراني. من حلة، عدت علينا المفردة دي قبل كده، بمعنى الزينة. حلة الزينة. طب المراد الصفات الحسنة ومفردها حلية. حلى الفضل، الفضل هنا بمعنى الإحسان والشرف، والجمع أفضال أو فضول. ثيابة اللي هي الملابس. يعني إيه الكلام ده؟ شرح البيت الثالث من خلال المفردات اللي قلنا عليها. من فوائد صحبة الكتاب يزيدك علما، أهو جددني يعني زادني علما ومعرفة، ويزينك بزينة الفضل والأدب. سهل كده؟ يبقى ده البيت الثالث. بيت الرابع، مفردات بتاعته، صحبة لم أشك منها. أشك بمعنى أشتكي. لم أشكو منها ريبة. صحبة لم أشكو منها ريبة اللي هي الشك، واللي عكسها اليقين. الوداد بمعنى الحب والمودة. صحبة لم أشك منها ريبة ووداد يعني حب ومودة لم يكلفني، بمعنى يحملني مشقة. يقول لك الله المشوار ده كلفني شيء وشويات، يعني حملني مشقة وتعب، إنما هنا بمعنى يكلفني يحملني مشقة. عتابة بمعنى لوما. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول في البيت الرابع إن صحبة الكتاب قائمة على الإخلاص الذي لا يدخله شك، والحب الذي لا يعكره عتاب. صحبة الكتاب قائمة على الايه؟ الإخلاص اللي ما فيش فيه أي شك خالص ولا يعكره أي عتاب. البيت الخامس، إن يجدني يتحدث يعني يتكلم. لما أبقى موجود معاه وأمسك الكتاب كده يبدأ يكلمني. أو يجد مللا يعني ضيق، أو سأم ضيقا أو سأما الملل، خلاص زهقت بعمل إيه؟ بقوم سايبه. يبقى يطوي يعني يختصر، واللي عكسها يفصل. اقتضاب بمعنى قطع الأحاديث، والمراد الاختصار. خلاص أنا مسكت الكتاب زهقت بقوم سايبه، مفيش مشكلة. إنما لما يكون واحد صاحبي من العاديين معايا ساعات بتحرج منه ساعات إنما ده بقوم سايبه خالص. يعني ايه؟ حين اكون في حاله نفسيه طيبه اقبل على القراءه، يكون مزاجي حلو كده بمسك كتاب واقعد اقرا بتوسع. طب وان كنت اشعر بالملل لم اقرا. طب والكتاب بيعمل ايه؟ بيهيئ لي ما يناسبني في الحالتين، سواء عايز اقرا اتفضل اقرا، طب مش عايز اقرا خلاص اقفل الكتاب واقعد، مفيش منه اي مشكله. مظاهر الجمال اللي عندي في الثلاث ابيات دول بيقول لي ايه؟ كلما اخلقته، كلمه كلما بتفيد الاستمرار، يبقى تصوير بيدل على كثرة القراءة والاستعمال. ماشي الحال كده؟ جددني. تصوير للكتاب بمعلم، احنا قلنا كلمة جددني دي يعني زودني بالمعرفة والمعلومات، يبقى صور الكتاب بمعلم يجدد المعلومات. طب بيدل على ايه؟ مدى نفع الكتاب. طب التضاد بين أخلقته وجددني بيوضح المعنى. سهل ماشي الحال؟ جميل. كساني من حلى الفضل ثيابة، صور الكتاب بشخص يكسو قارئه. كساني يعني ألبسني.
يبقى الكتاب كأنه ايه؟ شخص بيكسو قارئه الفضل والصفات الحميدة بثياب مزينة جميلة. طب بيدل على ايه؟ أثر القراءة في تهذيب النفس. القراءة بتعمل ايه؟ تدي لك فضل وصفات حميدة ومعلومات ومعرفة، كل ده على أثر القراءة. يبقى شبه الكتاب عفوا بشخص يكسو قارئه الفضل والصفات الحميدة بثياب مزينة. كلمة صحبة جاءت نكرة ليه؟ صحبة لم أشكو منها ريبة. صحبة جاءت نكرة للتعظيم. طب وفي تصوير العلاقة ما بين الكتاب والقارئ بصورة الصحبة الجميل، لما يكون واحد صاحبك كده انت ملازمه على طول وماشي معاه يقول لك ده صحبة طيبة، أحلى صحبة، أحلى صديق. كذلك الكتاب تعظيم، وتصوير العلاقة بين الكتاب والقارئ بأنها صحبة جميلة. لم أشكو منها ريبة. تصوير الكتاب بإيه؟ بشخص لا يشكو في صحبته. ساعات بيبقى في واحد صاحبك، يعني الكمال بيبقى لله سبحانه وتعالى، بيبقى الله صاحبي وحبيبي بس في عيب ان هو كذا كذا. كل واحد فينا فيه عيب ما بيعرفوش الا اللي بيتعامل معاه من جوانا. كل واحد بيفكر نفسه ان هو يعني مية مية، بس كل واحد فينا عيب يمكن ما بيشوفوش، بيشوفوا اللي حواليه. انما هنا بيصور الكتاب بشخص لا يشك في صحبته، او لا يشكو في صحبته، لا تشكش فيه ولا بتشكو منه، ما فيش في منه اي مشكله. عايزه معاك ماشي، مش عايزه بتقفله، عايز معلومه بتفتح تاخد، مش عايز خلاص، ما فيش اي شكوى من الصحبه. ووداد لم يكلفني عتابا. تصوير للكتاب ايضا بصديق. يبقى هنا كل تصوير للكتاب هنا بشخص، وتصوير العلاقه بين القارئ بعلاقه جميله، وهنا تصوير. كل الكلام اللي عندي او كل المفردات الجميله اللي عندي قايمه على التصوير للكتاب، يا اما بشخص يا اما بصديق. زي هنا لما بيقول وداد لم يكلفني عتابا، يبقى تصوير للكتاب بصديق صافي الوداد لا يكدره عتاب. وكلمة عتاب جت نكرة لإيه؟ للتقليل، مفيش أي حتى نسبة عتاب بينك وبينه. إن يجدني يتحدث، ده أسلوب شرط أهو، إن أداة شرط، يجدني يعمل إيه؟ يتحدث. تعبير جميل حيث شبه الكتاب بإنسان، برضه تصوير الكتاب بإنسان يتحدث. طب يتحدث ويطوي الأحاديث، بينهم إيه؟ تضاد، وأي تضاد زي ما قلنا بيوضح المعنى ويقويه. وبرضه صور للكتاب بشخص بيتحدث او يمتنع عن الكلام لمعرفته بمقتضى الاحوال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عارف حالتك، عايزه معاك دلوقتي افتح واشتغل واقرا، مش عايزه خلاص اقفل. يبقى صوره بشخص بيتحدث او بيمتنع عن الحديث حسب حالتك. فكرة التالتة، أحسن اختيار الكتب والأصدقاء. شعر هنا بيوجهنا لحسن اختيار الكتاب والأصدقاء. بيقول لي تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا، فتخيرها كما تختاره، وادخر في الصحب والكتب اللبابة، صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصواب. يعني ايه الكلام ده؟ مفردات البيت السادس عندي بيقول لي تجد بمعنى تكتشف وتعرف، على النقد الفحص والتمييز لمعرفة الجيد من الرديء. يقول لك ايه الرجل ده ناقد، ناقد الفني او الناقد الرياضي او الناقد السينمائي او الناقد الادبي. كلمة نقد بمعنى فحص لمعرفة الجيد والرديء. يقول لك ايه والله مع الناقد السينمائي فلان الفلاني هيكلمنا عن الفيلم ده، طب ماشي يا عم الناقد قول. يقول لك والله الفيلم ده تميز بكذا وكذا وكذا وكذا، الروايه مش عارف ايه، القصه ايه، السيناريو ايه، تصوير الاخراج ايه اللي إيه، ولكن كان فيه، يبقى هنا قال ايه؟ قال على الجيد، ولكن كان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ده بيبين الرضيء ان في بعض السلبيات. يبقى كلمه نقد بمعنى فحص وتمييز لمعرفه الجيد من الرضيء، والكلمه دي بتجيني في الامتحانات، بناكد اهو. الإخوان بمعنى الأصدقاء، تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذاب. فاعمل إيه؟ الكتب في ميزان النقد كالأصدقاء. نقد يعني في منها الكويس وفي منها اللي مش كويس، في منها الرديء وفي منها الحسن وفي منها النافع وفي منها العكس. يبقى زي الأصدقاء بالضبط بالفحص، تجد البعض صالح والبعض فاسد، وطالح
كلمة طالح عكس صالح. كما تجد بعض الأصدقاء مخلص وبعضهم كاذب، زي الأصدقاء زي الكتب بالظبط. فتخيرها، يعني أحسن اختيار الكتب. كلمة تخيرها هنا فعل إيه؟ فعل أمر، بمعنى أحسن اختيار الكتب. وادخر بمعنى وفر، والمراد اطلب واحرص على توافر أفضل الصفات. تيجي تختار كتاب، نقي الكتاب الصح اللي فيه الصفات اللي انت عايزها. كلمة اللبابة بمعنى أفضل ما فيه. يقول لك حتى في البلد كده يا عم، خش في لب الموضوع بقى، ما تقعدش تتوهني معاك. يبقى اللب اللي هو الخلاصة أو الأفضل. يبقى تخيرها كما تختاره، وادخر في الصحب والكب اللبابة، يعني الخلاصة، هات لي الأفضل، أفضل حاجة موجودة. يعني إيه؟ يعني أحسن اختيار الكتب كما تحسن اختيار الأصدقاء، واحرص في الحالين على صفاء الجوهر، ولا تنخدع بالمظهر. خدعش بمظهر الكتاب، ما تعرفش ايه اللي موجود جوه، عندك فكرة عن اللي موجود جوه، عشان لما تيجي تاخد منه المعلومات وتستقيها يبقى هي دي اللي هتفضل معاك طول حياتك. بيت الثامن، صالح الإخوان بمعنى الصديق الصالح، يعني كلمة الإخوان خدناها بمعنى الصالح. يبغيك التقى، يبغيك يعني يعينك ويرشدك. الصديق الصالح الكويس هيعمل ايه؟ هيعينك ويرشدك الى التقى، بمعنى التقوى والهداية، صح؟ يقول لك الصديق مرآة صديقه، الصديقك من يصدقك لا من يصدقك، يعني اللي بيدلك دايما على طريق الخير. مش دي الكلام اللي بنقوله في الصداقة والأصدقاء؟ ورشيد الكتب يعني الكتاب القيم الكويس. يبقى هنا خدنا عن الصديق الصالح هيعمل لك ايه؟ يدلك على طريق الهدى. طب والكتاب الكويس او رشيد الكتب الكتاب القيم هيعمل ايه؟ يبغيك الصواب، يعني يريد لك الصحيح من المعرفة. الصديق الصالح هو يريد لك الصلاح والهداية. طب الكتاب القيم بيهديك الى الحق والصواب، ويبعد بك عن الباطل والوقوع في الخطأ. لغاية كده تمام، شرحنا مفردات الثلاث أبيات بشرحهم سهل وبسيط، والموضوع في الآخر كده بقى جميل وسهل، اللي هو نصيحة الشاعر باختيار الكتب والأصدقاء. نحن نختار منها الصالح الذي يهدينا إلى الصلاح والهداية والرشاد، كذلك الكتب، ونبعد عن الطالح منها والفاسد. مظاهر الجمال اللي عندي في الثلاث أبيات، تجد الكتب أو الكتب كما تجد الإخوان. تشبيه للكتب بمين؟ بالإخوان اللي هم الأصحاب، منها الصالح ومنها الفاسد. طب التضاد بين صدقا وكذابة، أي تضاد يوضح المعنى ويقوي، حفظنا خلاص. طب تخيرها كما تختاره، خلي بالك بقى من الحتة دي. فاكر من شوية لما قلت لك في عندي تكاية تانية؟ التكاية الأولانية كانت بإيه؟ أنا من بدل بالكتب الصحابة، المفروض كانت هي، يبقى حط الباء عند الصحابة لأن هي المتروك. خلي بالك من الحتة دي. تخيرها ده أسلوب أمر للنصح والإرشاد، سهل خلاص، مفيش فيها مشكلة. طب وتشبيه لقواعد اختيار الكتب بقواعد اختيار الصديق، زي ما هتختار الكتاب اختار صديقك زي ما تختار الكتاب بالظبط. طب ايه اللي بيؤخذ عن الشعر هنا؟ استخدام كلمة تختار، فتخيرها كما تختاره، والصواب كان يقول تختارهم ليعود على الإخوان. تخيرها اللي هي الكتب، كما تختاره اللي هم الاصحاب. طب تختاره دي يعني الصاحب ولا الاصحاب؟ انت هنا بتتكلم تقول الاخوان بمعنى الاصحاب، وهنا الاخوان بمعنى الاصحاب. الله، طب هنا بتقول لي هنا جمع وهنا جمع، طب انت جايبها لي هنا مفرد ليه؟ يبقى هنا بيؤخذ على الشاعر ان المفروض كان يقول تختارهم ليعود على الاخوان. يبقى احنا هنا خدنا التكيتين اللي في الدرس ده، واللي ممكن بيجيني فيهم اي واحدة في الامتحانات، عشان الطالب اللي هو المميز اللي احنا بنتعامل معاه ما بنحش عنكو اي حاجة، وكل صغيرة وكبيرة بنجيبها. تابع معانا. مظاهر الجمال اللي عندي بيقول لي وادخر في الصحبي والكتب اللباب. اسلوب امر، كلمة ادخر، نصح وارشاد، سهلة دي. رشيد الكتب يبغيك الصواب، تصوير للكتاب الجيد بالمرشد والايه؟ والموجه للخير والصواب في معرفة ما يفيد. للتعظيم، يبقى تعظيم قيمة الكتاب ان هو بيصوره لك بالمرشد اللي بيبغيك او بيدلك على الخير والصواب.
تعال بقى نتابع مع بعض ازاي بيجي لي الدرس ده في الامتحان. كالمعتاد بيجيب لي بيتين او ثلاث ابيات على حسب ما بيجيب، وبيجيب لي عليهم مرادفات. هنا جايب لي البيتين الاولانيين، نقولهم تاني، نذكر برضو بالقراءة: انا من بدل بالكتب الصحابة لم اجد لي وافيا الا الكتاب، صاحب ان عبته او لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابة. السؤال التقليدي: مرادف وافيا ومضاد بدل وجمع عابة. وافيا مرادفة ايه؟ مخلصا. لم اجد لي وافيا يعني مخلصا، انا من بدل، بدل يعني غير، يبقى مضادها ايه؟ ابقى. طب جمع عاب اللي هو العيب، عيوب او اعياب. بيجي لي سؤال يقول لي: انثر الابيات نثرا ادبيا. يعني ايه الكلام ده؟ انثر الابيات يعني اشرح، المطلوب مني شرح. طب اشرح ازاي يا استاذنا؟ اشرح من خلال، اسهل طريقة للشرح من خلال معاني المفردات اللي عندي. يبقى الشاعر بيقول ايه في البيت الاول؟ ان الكتاب افضل صديق، انا الذي غير الصحاب بايه؟ بالكتب. وهو يتصف بالايه؟ بالوفاء الذي لا اجده مع الاصدقاء. البيت الثاني: صحبة الكتاب قائمة على الود والتسامح، صاحب ان عبته ام لم تعب ليس بالواجد، فهو لا يرفض رأيك سواء عبته او مدحته. سهل كده؟ يبقى انا شرحت بطريقة بسيطة وسهلة من خلال معاني المفردات اللي عندي، تاخد الدرجة بتاعتك كاملة. ما الجمال؟ برضو سؤال تقليدي في اللي بيجي، هما بقى سؤال مفردات، سؤال شرح، وسؤال مظاهر الجمال. لم اجد لي وافيا الا الكتاب، فاكرينها؟ اسلوب مؤكد بايه؟ باللم والاستثناء اللي هو الا، وتصوير الكتاب بايه؟ على طول بصاحب وفي يوحي بغدر الاصدقاء. يبقى اغلبية التشبيهات اللي عندي هتلاقي تصوير الكتاب، تصوير الكتاب بانسان، تصوير الكتاب بصديق، تصوير الكتاب بصاحب، ده اللي موجود عندي في اغلبية التصويرات اللي عندي في المظاهر الجمال. طب في البيت الاول نغمة موسيقية، وضحها. ايه النغمة الموسيقية دي؟ طب ادور كده، ان من بدل بالكتب الصحاب بدل بالكتب، نغمة موسيقية لن 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 ايقاع كده، حاجة ايقاع موسيقي، هتلاقيه موجود فين؟ قبل ما اكتب الاجابة، الصحابة الكتابة، الاثنين نفس الوزن، يبقى بين كلمتي الصحابة الكتابة بينهم ايقاع ايه؟ ايقاع موسيقي. شاطر. السؤال الثاني جايب لي الثلاث ابيات: كلما اخلقته جددني. خلي بالك انت بتقرا، لازم تقرا الابيات كويس جدا، تقراهم كويس. في واحد اول ما بيدخل على طول على الاسئله، ما ينفعش، لازم تقراهم كويس جدا وتعرف هما بيتكلموا عن ايه او الفكره بتاعتهم علشان تعرف تحل الاسئله اللي عندك. كلما اخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابة، صحبه لم اشك منها ريبه ووداد لم اشك منها ريبه ووداد لم يكلفني عتابا، إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتضال. السؤال الأول تخير الصواب. قائل النص هو مين؟ عباس العقاد ولا أحمد شوقي ولا إبراهيم ناجي؟ طبعا أحمد شوقي. مرادف أخلقته، مرادف يعني معنى، خلي بالك كم الناس بتتلخبط مرادف والمضاد. أغلقته، أحببته، عشرته، أبليته، وقلنا عليها المفردة دي من المفردات المهمة، بمعنى أبليته، أكثرت من القراءة فيه يعني. مقابل وداد، مقابل يعني عكس، وداد يعني حب، يبقى عكسها كراهية. ريبة جمعها الروابي ولا ريب ولا رابية؟ ريب، خدناها وإحنا بنشرح. مضاد يطوي، ينشر ولا يقصد ولا يطيل؟ يطيل. السؤال الثاني في الأبيات حديث عن صاحبين، حددهما ووازن بينهما. نفس الكلام، يبقى المقصود منه ان انا اشرح الابيات بس بشكل سؤال هنا المرة دي. ايه هم الصديقين اللي موجودين عندي او الصاحبين اللي موجودين؟ ووازن يعني قارن بينهم. ايه ده؟ يعني سؤال ده تقيل وصعب وكده؟ لا يا عم، بس واحدة واحدة كده وخليك معايا. الصاحبين اللي عندي هم مين؟ الكتاب والصديق، صح؟ اللي موجودين عندي في الكتاب، في النص، الكاتب بتاعنا او الشاعر الجميل احمد شوقي بيتكلم عنه، الكتاب والصديق من البشر. الكتاب ده حاجه
والصديق من البشر دي الحاجة التانية. يبقى نص السؤال كده اتحل، وازن بينهم بقى يعني قارن بينهم. قال لك من فوائد صحبة الكتاب بيعمل ايه زي ما شرحنا؟ يزيدك علما ومعرفة، ويزينك بزينة الفضل والأدب. مش ده اللي قاله؟ اهو يكسوني من حلى الفضل ثيابا. جميل؟ جميل. بيعمل ايه تاني؟ صحبة الكتاب قائمة على الإخلاص الذي لا يدخله شك، والحب الذي لا يعكره عتاب. يبقى في بيني وبينه حب وإخلاص. حين أكون في حالة نفسية طيبة أقبل على القراءة بتوسع، وإن كنت أشعر بالملل بيحصل إيه؟ لم أقرأ. طب الكتاب بيهيئ لي ما يناسبني في الحالتين، عايز أقرأ أقرأ، مش عايز تقرأ براحتك مفيش مشكلة. ما الجمال في قول الشاعر إن يجدني يتحدث؟ قلنا تعبير جميل، شبه الكتاب بإنسان إيه؟ يتحدث. شفت الكلام بقى سهل إزاي دلوقتي معانا وبنحل على طول. كساني من حلى الفضل ثيابة، برضو فيها إيه؟ زي ما قلنا من شوية تصوير الكتاب بإيه؟ بشخص يكسو قارئه، بيكسو إيه؟ الفضل والصفات الحميدة بثياب مزينة جميلة. طب ده بيدل على إيه؟ على أثر القراءة في تهذيب النفس. الواحد لما بيكون بيقرأ كتير بتلاقي كده عنده فضل وصفات طيبة وحميدة، وفاهم ومثقف ومتعلم ووزن الكلام قبل ما يقوله، ومستمع جيد، حاجات كتيرة قوي للقارئ. طب خلي بالك، تنكير صحبة يفيد ايه؟ بينما تنكير عتاب بيفيد ايه؟ قلناهم واحنا بنشرح لو تفتكر، كلمة صحبة بتفيد ايه تنكيرها؟ التعظيم. طب كلمة عتاب بتفيد ايه تنكيرها؟ التقليل. السؤال الثالث كده عشان يبقى احنا مستوفين كل النص. تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابة، فتخيرها كما تختاره، وادخر في الصحب والكتب اللبابة، صالح الإخوان يبغيك التقى، ورشيد الكتب يبغيك الصواب. تخير الصواب. النقد يعني بيان إيه؟ المساوئ ولا المحاسن ولا المساوئ والمحاسن معا؟ قلنا وإحنا بنشرح كلمة نقد اللي هو إيه؟ بيان تمييز المساوئ والمحاسن معا. طب ادخر توحي بإيه؟ دخر ده قلنا فعل أمر. علو قيمة المدخر ولا كثرته ولا تنوعه؟ علو قيمته. تخيرها اللي في البيت السابع بتدل على إيه؟ الانتقاء ولا الكثرة ولا القلة؟ كلمة تخيرها تدل على الانتقاء، يعني نقيها، تخير كده. مرادف اللبابة الخلاصة ولا العقل ولا القلب؟ الخلاصة، زي ما قلنا الخلاصة بتاعت الكتب أو الصحابة. مضاد الدخر فرق ولا ضيع ولا بذر؟ ضيع أو ضيع. أكمل العبارات التالية. الكتب مثل الأصدقاء، فيها إيه وفيها إيه؟ قلنا فيها الصالح وفيها الطالح. الصديق الصالح يريد لك التقى، والكتاب النافع يهديك إلى الصواب. فتخيرها كما تختاره. السؤال المهم اللي قلنا عليه التكة بتاعت الامتحان. ما نوع الأسلوب؟ وما النقد الذي وجه للشاعر في البيت أو في الكلام اللي عندي؟ كلمة نوع الأسلوب هنا أسلوب أمر. طيب النقد اللي وجه للشاعر، قلنا لم يوفق الشاعر في إفراد الضمير. إفراده اللي هو جابه تخيرها، هو جابه بصيغة المفرد في كلمة تختار. طب السياق كان بيقتضي أن يكون للجمع اللي هي تختارهم ليعود على الإخوان، كما عاد الضمير تخيرها على الكتب. يبقى هو هنا جابها بصيغة المفرد، والمقصود أو المطلوب أو المفروض إن هي كانت تيجي على صيغة الجمع، بدل ما يقول تختاره تقول إيه؟ يقول إيه؟ تختارها. يبقى خلي بالك من التكة دي والتكة الأولانية بتاعت الباء بالكتب والصحابة، هم دول التكتين اللي عندي في النص ده، والباقي كله زي ما شرحنا سهل وبسيط وجميل. بالتوفيق إن شاء الله. بعد ما تابعنا مع بعض أحداث النص، خلاص عرفنا إزاي هتختار الكتاب زي ما هتختار الصديق، وإيه المفيد وإيه اللي هينفعني وإيه اللي هيضرني من الكتب ومن الأصدقاء. يا رب نكون استفدنا، وما تنساش لو في أي دروس فايتاك تدخل على قناة الإسكولة
قائم التشغيل اللغة العربية ثالثة إعداد الترم الأول، هتلاقي كل الدروس المنهج اللي فايتاك. لايك وشير وأشوفكم على خير.